الشيوعي المغربي اللي تعرض للمنع من طرف أول حكومة مغربية في عهد عبد الله إبراهيم. ومن بين القرارات الخاطئة التي ارتكبت في سنة 1959 هي منع إداريا الحزب الشيوعي المغربي قبل أن يحال الموضوع على المحكمة، حيث أن المحكمة اتخذت أصدرت حكما، المحكمة الابتدائية، حكم برفض طلب ديال الحل ديال الحزب الشيوعي المغربي الذي تقدمت به الحكومة، ولم يتم المنع الحزب الشيوعي المغربي إلا في مرحلة ديال الاستئناف، عندما استأنفت الحكومة الحكم الابتدائي ديال المحكمة الابتدائية. أتذكروا في هذا الباب بأنه كان في المنزل غير بعيد على هنا بضعة مئة الأمتار المنزل ديال السيد هادي مسواك اللي بقي موجود في المنزل ديالو في هذا الحي ديال الرباط لابيناد، كان وفد يترأسه المهدي بن بركة، السي علي ما موجودش، أتى ليفسر هذا القرار للحزب. كان حاضر السي عبد الله العياشي والهادي مسواك في البيت ديالو، وما بقيتش نذكر شكون آخر. وبالطبع الحزب ما اقتنعش بهذا القرار، وكان السي عبد الله العياشي تبع لما هما خارجين في الجرده في الحديقه ديال الدار، تبع السي المهدي بن بركه رحمه الله كذلك لما كان خارج، قال له، توجه اليه وقال له السي المهدي، علما بان السي عبد الله العياشي في بدايه حياته النضاليه كان ينتمي الى حزب الاستقلال وكان يعرف السي المهدي بن بركة أكثر من غيره، قال له السي المهدي نحن السابقون وأنتم اللاحقون. رغم المنع بقى الحزب كيعبر على مواقفه السياسية، مواقف كلفوا البعض منها غاليا، وخاصة الموقف من الحرب مع الجزائر سنة 1963 اللي طالب الحزب فيها آنذاك بوقف هذه الحرب. آنذاك تعتقل السي علي بدرب مولاي الشريف مع عبد السلام برقية وعبد الله العياشي، تهمة المس بالأمن الداخلي للبلاد. فهدي عتا مازال كيتذكر تفاصيل اليوم اللي تقبض فيه الوالد ديالو. في 3 الليل سمعت الناقوس، مشيت حليت الباب والبوليس واقف في الباب، وقالوا لي هذه هي الدار السي علي عتا. قلت له نعم. قال لي الله يخليك عيط للسي علي. انا مشيت فيقت الوالد، قلت له راه البوليس في الباب، خرج عندهم بالبيجاما، قالوا السي علي غتجي معنا. قال لهم اعطيني الوقت باش، قالوا لا تجي هكاك. وخرجوا من الدار، بداو في الدرب مول الشريف بالبيجاما. وفي هذا الوقت الوالده الله يرحمها مشات تقلب على رجلها فين هو، مشات للكوميساريا سنترال، مشات للمستشفيات، مشات للحبس. قالوا ما تعرفوش هذا السيد، ما احنا ما نعرفوش عليه، ما داش من هنا. دوك شي 3 ولا 4 اسابيع والسي علي راه في الدرب مولاي الشريف مع السي عبد السلام برقيه وعبد العياشي، ديك كانوا معاه في الزعامات ديال الحزب الشيوعي، وحتى واحد ما عنده اخبار. دونك عاد من بعد قالوا للوالده راه راجلك في هذه البلاصه، يمكن لك تمشي تشوفو. استمر علي يعتف في النضال لضمان استمرار الحزب في الوجود، ولهذا عقد الحزب الشيوعي المؤتمر ديالو سنة 1966 بشكل سري، وكانت هذه فرصة باش يعبر الزعيم الشيوعي من جديد على مواقفه الوطنية في حوار صحفي كما كيحكي الابن ديالو. وكان قالها في واحد استجواب 66 مع جان افريك، كان سولوا للصحفي، سولوا قال له واش انتم شيوعيين مغاربة مع السينيين، مع الحزب الشيوعي السيني او مع الحزب الشيوعي السوفيتي، وكان قال له السي علي حنا ني برو روس ني برو شينوا، نو سوم دو بون مسلمان. كان تيشوف بان الاسلام والدين ديال المجتمع المغربي اساسي، والتقاليد ديال الشعب ديالنا، والتقاليد ديال المؤسسات ديالنا. تنتخب علي عتا امين عام للحزب، لكن باسم اخر، حزب التحرر والاشتراكيه، ابتداء من سنه 1968. لكن بسرعه غادي تمنع الحزب المره الثانيه، وتكلف محمد بوستال الترافع عن الحزب امام القضاء. كان تحل الحزب الشيوعي وألقي القبض على علي عتا هو وشعيب بتهمة تكوين حزب جديد
ولكن بنفس القوانين وبنفس المعطيات ليك دي السوت. ولذلك ألقي عليه القبض. كتب لي رسالة من السجن، كنت أنا في ذاك الوقت نقيب المحامين في الرباط. كتب لي رسالة من السجن كيطلب مني باش ندافع عليه باش نكون محامي ديالو في هذه القضية هذه. طبعا احنا ما وقفنا من الشيوعية إلى حزب الاستقلال وكذا، خذيت الرسالة ومشيت لعند سي علي الله يرحمه. قلت له نعم سي، هذا السي علي عطارة طالب مني باش ندافع عليه، حنا كنعرفوا الموقف ديالو. قال لي الله يرحمه بهاد العبارات، كان خصك تمشي تدافع عليه لأنه قضية حرية الأشخاص أساسية. محاكمة في 69 علاش؟ لأنه مشى ساهم إلى جانب شعيب الريفيوم والإسماعيل العلوي في ندوة في موسكو مع هاد الأحزاب اللي كتنتمي للمنظومة الشرقية أنذاك، وعكسهم عكسهم تم، ووجد نفسه معاكس في المغرب عندما عاد. عكسهم حول ماذا؟ عكسهم هاد المرة ماشي حول القضية الوطنية، عكسهم حول القضية الفلسطينية، بحيث أن ذهب لذلك المعسكر وقال لهم هذا كون أنكم كتعتبروا بأن من القضية الفلسطينية هي قضية لاجئين هذا خطأ. القضية الفلسطينية قضية شعب، قضية تحرر وطني، ويتعين أن توضع في هذا المستوى. علي عتا ما واجهش في هذه المرحلة قرارات المنع الصادرة ضد الحزب فقط، وإنما اضطرابات الداخلية في الحزب أيضا نتيجة انفصال العديد من الشباب عن الحزب بسبب تأثرهم بأطروحات سياسية أكثر جذرية تزامنات مع ثورة ماي 1968 بفرنسا. صحيح أن علي عتا انتقدهم بشكل حاد، إلا أن هذا ما منعوش أبدا من التضامن معهم بعدما تعرضت أغلبيتهم للاعتقال. بلت قوات أحيانا هذه سنوات الرصاص، لا سيما إزاء هذه الفئات وهذه التيارات الشابة التي تضرر مناضليها أو مناضلوها بشكل قوي من القمع والسجن وكبت الحريات بشكل مطلق. هذا طبعا كان يجعل مثلا الأحزاب اللي كان عندها تواجد شرعي ومعلن في نوع من الحيرة بأمرها، لأنها كانت تنادي وما زالت تنادي وستبقى تنادي بتوسيع مجال الحريات، وكانت تنظر إلى كبت هذه الحريات بالنسبة لآراء هؤلاء الشباب. كان موقف صعب من دون شك، ولكن في الوقت اللي كانت تتندد بهذا الانحراف أو ما كان ما تسميه هي بانحراف الشباب، في نفس الوقت كانت تتواجد مع هؤلاء الشباب في الدفاع عن الحريات وفي المحاكمات. كانوا دائما محامون من كل أطياف الحركة الوطنية يقفون بجانب المعتقلين للدفاع عن حرية رأيهم وعن حريتهم المطلقة وعن صيانة كرامتهم الجسدية. رفض الأطروحات اليسارية اللي كان كينعتا بالمتطرفة ما منعش الأبناء ديالو من التأثر بها. وهنا كيحكي فهدي عتا كيفاش كان النقاش كيولي حاد في بعض الأحيان داخل المنزل حول الأفكار اليسارية. وتنعقل واحد النهار كان عندنا واحد في الوقت الغداء مع الوالد تنتغداو، ونادير هجم على الوالد قال له انتما راه صافي الوقت ديالكم فات، قدمتيو وانتما راه فعلا تتأيدوا المخزن وخصنا نحربوا وخصنا ناخذوا السلاح وخصنا وخصنا وخصنا. وانا متفق مع الدراري ديال جبهه. هو السي علي تقلق قال له ما عرفتيش تتقول، انت مازال صغير ما فهمتيش بان الظروف ديال البلاد ما تسمحناش هذا الشيء. راه الميزان القوى ماشي لصالحنا وماشي لصالح الثوره ماشي لصالح الحرب بالسلاح، وهذا خصنا نكونوا للشعب المغربي خصو يفهم خصو يطلب هو يعني الوسائل ديال التحرر ديالو. والوالد تقلق بزاف وكان عندنا الفواكه
تنقل خضر كرموسة ورماها على على نادر. زعما باش يقولوا بارك انت من خيت هاد الدري ما فهمتي والو. ومع الوقت فهمنا بان كان عنده الحق. ارتباط علي عتا الكبير بالخصوصيه الوطنيه غادي يترجم في المواقف من القضايا الداخليه الكبرى، وخاصه من خلال الدور اللي لعبوا عتا في قبول حسن الثاني وليا للعهد. النضال من اجل الوحده الترابيه للمغرب غادي يدفع الحزب رغم المنع في اكثر من مره الى المطالبه بموريتانيا والصحراء. المواقف التاريخيه ديال حزبنا والواقع لا يرتفع، اننا كنا نعتبر ان موريتانيا هي جزء تاريخيا من التراب الوطني المغربي. هبت الرياح في اتجاه اخر، وهذا موضوع ليس مطروحا اليوم، ولكن الاساسي هو ان الوحده الترابيه المغربيه هي تمر عبر تمكين المغرب من استرجاعه لأقاليمه الجنوبية في الساقية الحمراء ووادي الذهب، وإن شاء الله بالنسبة للجيوب الشمالية سبتة ومليليا والجزر الجعفرية. علي عتا كان بالنظر لمرجعيته الوطنية القوية جدا كان لا يتصور المغرب ومستقبل المغرب وهو وترابه مبتور. موقف علي عتا من الصحراء غادي يعبر عليه في الكتاب اللي صدر بعنوان الصحراء الغربية المغربية في سنة 1972، رغم ذلك تمنع الكتاب في السنة اللي صدر فيها. اسماعيل العلوي هو اللي كان تكلف من طرف الزعيم الشيوعي الراحل بتقديم الكتاب في ندوة صحفية. كان لي شرف أنني طلب مني الديوان السياسي وسيادي عتا أن أقوم بتقديمي هذا الكتاب أمام ممثلي الصحافة الدولية في الرباط، وكذلك أمام ممثلي السفارات الأجنبية في الرباط. هذا الشيء حصل في عام 1972، وفعلا قمت بتقديم هذا الكتاب وكان بحضور السي علي، ودخلنا في نقاش مع ممثلي الدول الأجنبية وممثلي الصحافة الدولية. حصل منع هذا الكتاب آنذاك، حصل منع هذا الكتاب، وهذا المنع يدخل أساسا في النزعة التي كانت سائدة لدى الحكم المغربي آنذاك في التحكم أو إرادة التحكم في كل المعطيات، حتى وإن عرف هذا الحكم هزتين كبيرتين في سنة 71 و 72، لكن كان مازال هناك لدى موظفي المخزن والمستشارين للملك كان مازال عندهم ذاك ردود الفعل الذاتية ديال أنهم هم الذي عليهم أن يتحكموا في كل شيء، فحصل منع هذا الكتاب. والغريب الأمر هو أنه هذا الكتاب الذي منع في سنة 72 عندما تبنى القصر أو عندما الحسن الثاني اعترف بضرورة الخوض في المعركة من أجل تحرير أقاليمنا الجنوبية الغربية ليس على المستوى الدبلوماسي صرف، بل وكذلك بالدخول بالملموس في عملية استرجاع هذا الأراضي، هذا تقرر إعادة طبع هذا الكتاب من قبل المطبعة الرسمية المغربية. بوادر الانفراج بين السلطة وحزب علي عتا بدأت كتبان من جديد بعد ما عاش المغرب بعد الاستقلال سنوات من التوتر بين الحركة الوطنية والقصر، الشيء اللي كيفسر العديد من الاعتقالات والقمع. في سنتي 71 و 72 عاش المغرب على وقع محاولتين انقلابيتين كانوا سبب في تحديد طبيعة العلاقة في المستقبل بين الطرفين، حيث غادي يلعب السي علي دور كبير في بلورة التصور حول التوافق اللي دافع عليه طويلا. عتا الله يرحمه كان يؤمن كامتداد منطقي طبيعي لموقفه من الحل الوسط التاريخي ومن لتحليله للثورة الوطنية الديمقراطية، كان يؤمن بأن الموقع الطبيعي لأحزاب الصف الديمقراطي والتقدمي ليس هو اختيار المعارضة. كان دائما يقول احنا في المعارضة ماشي لأننا خسرنا نكونوا في المعارضة،
احنا في المعارضه لان فرضت علينا، وبالتالي اذا ما توفرت ظروف لنتحمل مسؤوليتنا ونقدم خدمه ملموسه للجماهير الشعبيه، علينا ان نتحمل مسؤوليتنا بكل شجاعه. انفراج العلاقه بين القصر والشيوعيين المغاربه ضاف القبول تاسيس حزب الشيوعيين المغاربه مجددا، وهذه المره باسم جديد، حزب التقدم والاشتراكيه. وغادي يبدا الحزب بعد الحظر حمله للعوده للشرعيه واصدار جريده البيان. بعد هذا التاريخ اعلن علي عتا من جديد تشبثه بمغربيه الصحراء وحق المغرب في استكمال وحده ديالو الترابيه من خلال المشاركه في المسيره الخضراء سنه 1975، واللي كان الملك الراحل الحسن الثاني علم زعماء الاحزاب السياسيه بالرغبه ديالو في تنظيمها قبل الاعلان عليها رسميا. كان الملك الحسن الثاني الله يرحمه استقبل قادة الأحزاب السياسية وأخبرهم بنيته في إجراء المسيرة الخضراء، ولكن طلب منهم يحافظوا على السر، كان سرا سياسيا كبيرا جدا. ومشى الاجتماع مع قادة الأحزاب، والمرجع كنت شفتونا في مقر الجريدة، لو سي علي تلاقيتيو بالملك شنو كاين؟ عنده التزام مع جلالة الملك أنه لا يفشي السر، وعنده التزام سياسي مع مناضل. قال لي حاجة واحدة اللي يمكن نقول لك، ما هي لا الحرب ولا السلم، وسير نتقلب عليها ما معنى ما هي لا حرب ولا سلم. وبالتالي شعرت بأن الرجل يعني حماسة كبيرة عنده، فهمت حينها بأنه شي حاجة خارجة على نطاق الاعتيادي. وبضعة أيام بعد ذلك تبين بأن الأمر كان يتعلق بتنظيم المسيرة الخضراء التي كان فيها في مقدمة المساهمين. هاجس استرجاع الصحراء كان أقوى من هذه الاعتبارات، رجعوا الصحراء نفتحوا هامش ديمقراطي، هذا هو السعلي. الكلمة التعبير ديال المسلسل الديمقراطي البروسيسوس ديمقراطيك هي من الإنتاجات التي نظر لها كثيرا، بمعنى أن الديمقراطية مسلسل شاق طويل. في ذلك كانت لنا خلافات حتى مع الحلفاء ديالنا، مثلا المساهمة في المسيرة الخضراء بهذه القوة، انخرط فيها بهذه المطالبة ديال الانخراط فيها بهذه الطريقة. المسيرة الخضراء إذن، ورفع الحظر على حزب الشيوعيين المغاربة بتأسيس حزب جديد، كانوا بمثابة إعلان على بروز علي عتا بشكل قوي داخل المشهد السياسي، سواء من خلال دوره الصحفي وإدارة جريدة البيان أو من خلال موقعه داخل البرلمان، وهي الفترة اللي كانت مليئة بالأحداث السياسية البارزة. انطلاقا من سنة 1977 غادي يعيش المغرب مسار سياسي تعرف به الفاعلين السياسيين بالثورة الوطنية الديمقراطية. طرح كان المهندس الرئيسي ديالو هو علي عتا، وكان بمثابة إعلان على نهاية مرحلة وبداية أخرى في العلاقة بين مختلف القوى السياسية. المقربين من السي علي كيعتبروه نتاج لتأثر الزعيم الشيوعي بفكر المثقف الفرنسي شارل موريس. الموقف المهم الأساسي ديال حزب التقدم والاشتراكية كانت الثورة الوطنية الديمقراطية، لا ريفولوسيون ناسيونال ديموكراتيك. هاد الفكرة هادي، الثورة الوطنية الديمقراطية عندها جانب وطني وجانب اجتماعي اشتراكي، لأن شارل موراس كان واحد عمل واحد كتاب سميتو لا ريفولوسيون ناسيونال، وسي علي عمل لا ريفولوسيون ناسيونال اي ديموكراتيك. اذا خرج من الافكار ديال موراس باش يزيد عليهم القضيه ديال حريه الديمقراطيه، القضيه ديال التمثيليه ديال المؤسسات، البارلمونتاريزم ديموكراتيك بلوريال كونستيتيسيون وزيد الدستور. كنا نسمي انذاك بالحل الوسط التاريخي، الكومبرومي هيستوريك. الحل الوسط التاريخي هو اننا نتجه في الى اتجاه
التفاعل بين الفاعلين الأساسيين في الحقل السياسي والمؤسسات المغربي، وهما المؤسسة الملكية من جهة والحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية من جهة أخرى. الموضوع كان يتطلب تفاعلا قويا بين الاثنين لإيجاد حل لا غالب ولا مغلوب. لا المؤسسة الملكية تقمع وتضع حدا للحركة الديمقراطية والتقدمية والوطنية المغربية، ولا الحركة الوطنية والتقدمية المغربية تلغي المؤسسة الملكية في من حسبانها. بعد حالة الانفراج السياسي اللي عاشتها البلاد بعد الدستور الجديد وعودة المؤسسات للعمل بعد إنهاء حالة الاستثناء، تنتخب علي عتا نائب في البرلمان ديال عام 1977 عن دائرة سيدي بليوط، كما تنتخبوا أعضاء آخرين في الحزب في الانتخابات المحلية بحال الراحلين عزيز بلال وشمعون ليفي. علي عتا بقى طيلة الفترة اللي كان فيها برلماني متشبت بعمل القرب مع المواطنين، الشيء اللي كان كيسهل عليه عملية التواصل معهم وبالتالي القدرة على الفوز بمقعده النيابي كما كيشرح نبيل بن عبد الله. لما ترشحت في سنة 1997 من بعد الوفاة ديال السي علي، طلب مني الحزب أنني نترشح في دائرته وأنا رباطي، وطلبوا مني نترشح في الدار البيضاء. على أي حال قمت بهذا العمل وحاولت، ما جابش الله التيسير، ولكن يمكن نقول لكم بأنه في المدينة القديمة ديال الدار البيضاء اكتشفت كم عمق العلاقات الشعبية الوطيدة التي كانت للسي علي مع مواطنين بسطاء. هل يجروا عليه من داره، ها هو بائع متجول ما خلوها شيء يبيع في المكان المناسب دياله. في هذه المرحلة غادي يرسخ يعتا على نفسه صورة الزعيم السياسي، وغادي يكسب احترام كل السياسيين المغاربة وأعضاء الحزب. كاريزمية السي علي جعلت منه مدرسة نشأوا فيها العديد من الفاعلين السياسيين. Un grand leader, un leader de la trempe de ceux que nous connaissions dans ces années 60. Mais moi, je lui suis particulièrement reconnaissant et surtout reconnaissant parce que il m'a permis de rationaliser ma réflexion politique. Elle était avant que je ne le rencontre et que je ne développe avec lui cette relation militante, personnelle et affective, j'étais moi-même aussi très modestement militant déjà, mais ce bout de route que j'ai fait avec Si Ali m'a permis de faire converger l'enthousiasme du militant quand il a 17 ans avec la rationalité qui est le fondement de l'école marxiste. انا عرفته وهو كبير السن ولكن كان مثابرا في الحضور بالالتزام كبير ثم الالتزام باطار مبدئي. هذه الخصال الشخصيه لا بد من ذكرها. علي عتا غادي يقوي ايضا في هذه المرحله علاقته بالشباب المهتم بالعمل السياسي بغض النظر عن الانتماء او عدم الانتماء الحزبي، وكانت لقاءاته بالطلبه المغاربه خصوصا بالخارج كتعرف تعبئه واسعه. ان اتذكر كانت حقيقه نقاشات ساخنه بينه وبين القاعه، قاعه خاصه دائما 600 700 800 ديال الناس ربما اكثر، ولكن قدرة هائلة على أنه يملك هذه القاعة، يعمرها بالكاريزما دياله، بالقوة ديال التحليل دياله رغم الاختلاف. وكانت بالنسبة لنا تجارب أخرى. لما وليت من المسؤولين الأساسيين ديال الحزب في باريس أتذكر بأنه من أجمل اللحظات اللي عشت وأنه في بعض الأحيان كان يمر على باريس للذهاب الى بلد اخر، وكان كيبات قبل ما ياخذ طائره اخرى، وكانت عندنا فرصه انه
ثلاثة أربعة المرات أنني نكون إلى جانب جوج ثلاثة ديال الرفاق ونتعشاو معاه. وحقيقة كانت عشاء درس بالنسبة لنا، لأنه كان 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 تشبعوا بكل ما يجري، اش من جديد السي علي، شنو كاين، وعلاش هذه السي علي، وعلاش هذا التطور وقع. ولما كنخرجوا من ديك الشيء كانت عندنا واحد الشحنه ديال 6 شهور يعني راه ما تواجه، لان كنت حقيقه كتعمر من هذه الناحيه. هذه المرحله في مسار الزعيم الشيوعي عرفت ايضا العديد من الصعوبات بسبب خلافاته مع السلطه. ابن فهد كيحكي تفاصيل هذا الخلاف. وشاهدنا بان راه في بعض امثله تيتقلق وتاخذ المسؤوليه ديالو. تنقل في واحد الطرف ديال التالي ديال الثمانينات كان وقع واحد الاستفتاء فيما يخص التغيير ديال الدستور، فيما يخص الوقت ديال السن ديال ولي العهد باش يولي مالك. كان ديك الساعه في الدستور 18 سنه وكان اقتراح باش يكون 16 سنه، وطلبوا من الاحزاب السياسيه تعطي الموقف ديالها، واش غادي يصوتوا نعم او يمنعوا التصويت او يرفضوا. وكنا في الدار والتليفون سرسر والسي المصري تيطلب مني باش ندوز له السي علي. قال له واه مدرا السي علي شنو قرر اللجنه المركزيه؟ الوغ السي علي قال له السي المصري اللجنه المركزيه ديال الحزب قدموا الشركيه قررت باش تصوت لا. شاء الله اخر قال له كيفاش ما 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 واش تصورتي اش غتقول؟ انا ما يمكنليش نقول هادشي لسيدنا وراه هذا الموقف لصالح البلاد وهذا 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 ولي العهد. قال له السي ادريس المصري اعود اللي قلت الحزب تقدم الشرقيه اللجنه المركزيه قررت باش نصوتوا لا، وحنا خدينا الموقف ديالنا وخدينا المسؤوليات ديالنا، وانت دير اللي بغيتي وعلق التليفون جهد. الأمر موقفش عند هذا الحد، بل وصل في بعض الأحيان لمنع جريدة البيان لمدة 6 شهور، والسبب عدم نشر التهاني بمناسبة عيد العرس سنة 1979 كما جعل لسان فهد يعتا. في العرس ديال 79 3 مارس 79 جريدة البيان باللغة الفرنسية وبالعربية ما نشرتش التهاني للملك الحسن الثاني لأن كان عيد العرش. جاو ما حجزوا منعوا الجريدة 6 شهور. إيوا السي علي تيغوت في التليفون تيتقلق قال لك كيفاش حنا ماشي بالضروري باش نقدموا للملك التهاني أو التعازي أي وقت كان. حنا جريدة وطنية لسان الحزب تقدم الاشتراكية ماشي أعضاء من الإدارة المغربية أو من المخزن. وهذا المنع غير معقول وماشي قانوني، ولكن ديك الساعه كان لي زاني دبلوم داروا لي بغاو. لكن تنقل السي علي كان تقلق بزاف على بعد هذا الشيء. علي يعتا ما كانش رجل سياسه فقط وانما صحفي ايضا، بل واحد رواد الصحافه في المغرب. ففي شهر ماي من نفس السنه اللي تنتخب فيها امين عام اللجنه المركزيه للحزب الشيوعي قام باصدار اسبوعيه حياه الشعب باللغة العربية، ثم صدرت من بعدها العديد من الجرائد للتعبير على مواقفه السياسية. كاتب تميز بلغة متينة قوية يستعملها لعرض منطق واضح بمنهجية صارمة، ودائما نصوصه هادفة خاصة الافتتاحية ذات النفس التوجيهي. Donc il était une personnalité tout à fait crédible, visible et écoutée dans le monde politique bien sûr, mais aussi dans le monde et dans la sphère médiatique. Ses éditoriaux étaient très souvent, et pour beaucoup d'entre nous, une référence. C'était aussi un éclairage qui n'était pas celui du commentaire politique
que l'on pouvait lire généralement. Sa plume était singulière. افتتاحيات الزعيم الشيوعي كانت في الغالب كتير الجدل في المشهد السياسي، وخلق ليه البعض منها العديد من المتاعب حتى مع أقرب الحلفاء. أبرز المواقف العالية هو اللي كان بمناسبة حرب الخليج الأولى، واللي كان مناقض الموقف باقي أحزاب الحركة الوطنية المساند للعراق ونظام صدام حسين. وبالطبع كنا عاوتاني ضد التيار آنذاك، بحيث أنه كنا في توجه لكل الأحزاب السياسية المغربية الأخرى كانت مشات مع صدام، وكنا آنذاك الوحيدين اللي كان قولوا راه هادشي غيكون بمثابة كارثة على الوطن العربي وعلى القضية الفلسطينية وغير ذلك. التاريخ بين هذا الأمر. هذه النقطة ما كانتش في الواقع هي نقطة الخلاف الوحيدة مع زعماء أحزاب الحركة الوطنية، بل جت من بعدها خلافات أخرى رغم أنها كانت حادة، ما دفعتش الزعيم الشيوعي تخلى عن العمل في إطار وحدة مع أحزاب الحركة الوطنية، وكذلك الحرص على التوافق مع المؤسسة الملكية. وبالفعل تحمس علي عتل تأسيس الكتلة الديمقراطية مع 5 ديال الأحزاب من الحركة الوطنية، لكن في اليوم اللي غادي تعلن فيه تحالف الكتلة الديمقراطية 17 ماي 1992، كان أحد أبناء الزعيم الشيوعي في حالة حرجة في قسم الإنعاش بأحد المستشفيات بسبب حادثة سير خطيرة. هذا الحادث المؤلم ما منعش علي يعتمد الحضور في هذا اليوم التاريخي بعد دخول الملك راحل الحسن الثاني على الخط. والتليفون سرسر، وحسن الثاني طلب باش يهضر مع السي علي. قال له السي علي راه تخبرت بان راه ولدك نادير دار حادثة سير، الو غنعطيك الخسيرة، اما تكلف بولدك ولا تكلف بالحزب ديالك، لان حسن الثاني كان عارف بان غادي يكون اجتماع ديال الكتله. قال اما تكلف بولدك ولا تكلف بالحزب ديالك، اما تكلف انا خلينا نتكلف بولدك نادير وانت تستمر في الشؤون ديال الحزب ديالك، واظن بان راه تسير الحزب ديالك حسن انا اللي غنسيرو. سي علي قال شكرو، وفعلا حسن الثاني الله يرحمه خدا التدريب، يعني دار كلشي باش نادير يكون في حاله الطبية حسن وكل شيء، عطى التعليمات السامية ديالو. ولكن سي علي ديك الساعة نط وخرج، خلى الوالدة خلاني خلانا حنا كلنا، ومشى يتكلف بمهمته السياسية، وهو ما عرف واش ولده غادي يموت ولا غادي يعيش، ولكن كان عنده اجتماع مشى للاجتماع. تأسست الكتلة الديمقراطية كما كانت أمنية زعيم حزب التقدم والاشتراكية، لكن الخلافات بينه وبين زعمائها غادي تبان بسرعة، خصوصا بعد ما طلب احد السياسيين مراحل الحسن الثاني باش يجتمع مع 4 من الاحزاب ديال الكتله فقط بمعزل عن حزب علي عتا، الامر اللي خلف استياء كبير في نفسه كما كيحكي اسماعيل العلوي. مره واحده شخصيا لاحظت عنده هذا رد الفعل، هو لما طلب احد مسؤولي احزاب الكتله للملك الحسن الثاني رحمه الله أن لم يبقى يلتقي بنا كمجموعات الأحزاب التي كانت تكون الكتلة آنذاك، وأن يقع هذا اللقاء بشكل منعزل مع اتحاد شراكي وحزب استقلال من جهة أساسا، يمكن كذلك منظمة العمل ما بقيش مذكر، ونحن على حدة فيما يخص هذا. طبعا لما عبر المسؤول آنذاك على هذا الرأي أمام الملك غضب علي عتا، ولكن حسن الثاني كان طبعا يطمئن الجميع ويهدئ الأجواء التي كانت أحيانا تتوتر. هذا الزعيم السياسي اللي كان وراء هذا الطلب هو محمد بوستا، الأمين العام لحزب استقلال آنذاك. لما كونا الكتلة الديمقراطية كانت مواقفه دائما ثابتة، جات واحد الوقت اللي الضغط ديال الأحداث، وربما الله يرحم الجميع الآن الضغط ديال سي إدريس البصري عليه أكثر فيه أكثر من القياس، أكثر من اللي ينبغي. ولذلك في واحد الوقت من الأوقات، ومنه جات في الحقيقة منين خرج من الكتلة أو وقف النشاط ديالو في الكتلة، كانت حقيقة بالنسبة لنا خسارة، لأنه شخص
لا يستهان بقيمته، ولكن في نفس الوقت الضغط اللي كان وقع عليه كان أثر فيه بزاف. موقف بوستا لقى جواب عند رفاق الزعيم الشيوعي الراحل. سي علي لم تكن له علاقة مع إدريس البصري كما كانت لإدريس البصري علاقات مع بعض القياديين في كل الأحزاب الوطنية والتقدمية، شكون واضح، بمعنى أنه يعلم والجميع يعلم شيء معروف بالأسماء كيف كان إدريس البصري يؤثر ومعروف عندنا على بعض الناس من داخل القيادات ديال الأحزاب الوطنية والتقدمية والديمقراطية. علي عتاب بحكم أنه أمين عام بالطبع كانت عنده علاقات مع إدريس البصري مثل ما كانت لباقي الزعماء ديال الأحزاب الأخرى، زعماء الأولين. هاد الخلافات ما منعت أحزاب الحركة الوطنية من الدخول في مشاورات مع الملك الراحل الحسن الثاني للمشاركة في الحكومة، الشيء اللي غادي يتحقق، لكن بعد وفاة علي عتاب فترة قصيرة جدا. وفاة خلفت صدمة كبيرة عند رفاقه وأسرته بالخصوص، سيما أنها كانت مفاجئة وما زال ذكرها حاضرة إلى اليوم بينهم. كنت موجود في الشقة اللي كنت كنسكن فيها وبلغني الخبر، سرعان ما انتقلت إلى الدار البيضاء، وأنا ذاك يعني اكتشفنا أن الحالة ديالو حالة خطيرة جدا، حيث أنه كان في حالة سبات، وممكن لي وكان ذكر أنني بكل بساطة بكيت، لأنه حسب الأطباء تبين بأن حالته سيئة جدا وبأن أيامه أو ساعاته معدودة. فحقيقة كانت صدمة كبيرة. سي علي الله يرحمه توفى هذه 17 سنة، ولكن لحد ساعة أنا شخصيا ما فهمت كيفاش توفى، شنو هما الأسباب، ويعني كيف وقع باش سي علي تيقطع الطريق، تيخرج من الجريدة، تيقطع الطريق وتيوصل الجهة الأخرى، والطوموبيلة جاية من اليمن ودارت ومشات اليسر وطلعت الطوطوار وضربات السي علي حتى طاح على وجهه ودخل في الكوما. وهذاك السيد اللي كان سائق سكران وحكموا عليه بست شهور في الحبس. الوغ انسان سكران جا من اليمن مشى لليسر طلع للطروطوار قتل الزعيم السياسي وعطى له ست شهور في الحبس. توفي علي عتا، لكن الأمنية ديالو من أجل التوافق بين أحزاب الحركة الوطنية والمؤسسة الملكية عرفت طريقها للتنفيذ والتحقق مع تنصيب حكومة التنوع التوافقي بعد وفاته بوقت قليل، وهو اللي نضل من أجل الفكرة منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي. وبالتالي ناضل بقناعة كبيرة جدا من أجل توفير الشروط وتهيئ الظروف لتحمل أحزاب الكتلة الديمقراطية مسؤوليتها، وكان سيكون رجلا سعيدا جدا لو قدر له الله أن يعيش حتى سنة 1998 ويرى الحلم الذي نضل من أجله طيلة سنوات وسنوات يتحقق عندما تم تأسيس حكومة التناوب.